طبعا نظرا لارتفاع الإصابات بالجائحة من السلالة الجديدة لكورونا المتحور ولكثرة اللغط اللي صاير بين الناس حول هذا الفيروس الخطير والفتاك والأكثر انتشارا بين الناس، ارتئينا أن نستضيف شخص وهو دكتور متخصص، تخصص دقيق ومطلع على هذا الفيروس. لكن الأمر المفرح أنه ضيفنا هذا الدكتور العزيز يؤكد أنه جائحة كورونا هذه نهايتها وراح تختفي، أكيد إلى وجهة نظر مختلفة عن باقي الأطباء. خلينا نستمع له سوية لضيفنا الدكتور عبر سكايب، دكتور ماجد العاني. دكتور ماجد ماجستير أمراض انتقالية ومعدية في جامعة بغداد، وحاصل على شهادة دكتوراه مناعة من جامعة توتنهام في بريطانيا، صاحب الاختصاص الدقيق بمناعة بكتيريا وفيروسات. دكتور مرحبا بك. مرحبا وأهلا وسهلا محافظتنا العزيزة الغالية محافظة الأنبار. حياك الله دكتور. يا هلا بك دكتور. جائحة كورونا الناس من جد تتخوفت منها، لكن العراقيين كلهم قللوا من شأنها، الآن تطورت وحسب وزارة الصحة تقول يعني بسبب عدم الالتزام ارتفعت الإصابات، خاصة في ظل دخول فيروس كورونا المتحور إلى البلاد. شنو مخاطر هذا الفيروس الجديد المتحور؟ نعم، بما أن الحديث عن السلالات الجديدة، السلالة المتحورة، خلينا نرجع إلى الوراء قليلا حتى نعطيك سيناريو مشابه لسيناريو الكوفيد 19 وهو السارس، وهو من عائلة الكورونا فيروسز، نفس يعني تقريبا نفس المواصفات، ابن عم الكوفيد 19. هذا السارس في 2003 أيضا سبب وباء، أيضا سبب وفيات، وأيضا كان يعني مرض خطير لا يستهان به. بمرور الوقت السارس لم يستطيعوا أن يحضروا له لقاح، لم يستطيعوا أن يجدوا له حلا ولا علاج، نفس القصة اللي صارت مع الكوفيد 19. ما الذي حصل للفيروس؟ الطفرات والسلالات الجديدة التي نتجت عن الفيروس كانت أضعف 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 إلى أن انتهى وتلاشى ونسيناه والحمد لله إلى غير رجعة. نفس السيناريو يتكرر مع سارس كوف 2 وهو مسبب الكوفيد 19. مرض الكوفيد 19 يسير بنفس السيناريو بنفس الطريقة، إنه يضعف، الطفرات التي حصلت لم تجعله أقوى، لم تجعله أشرس، بل جعلته فيروس ضعيف هزيل، فقد أسلحته، فقد عوامل الضرابة البيريلنس فاكتورز وخاصة السبايك الاس بروتين، فقد في تركيبته الوراثية الكثير من عوامل الضرابة التي تسبب. ولذلك الإصابات الجديدة لا تسبب متلازمة ARDS اللي هي Acute Respiratory Distress Syndrome اللي هي المعروفة، يعني اللي كل ما حتتعامل مع الكوفيد 19 أنه تنزل الرئة وتسوي مشاكل ويهبط الـ SPO2 ويقلل الأكسجين ويخلوه على الـ ECMO والـ CPAP إلى آخره، أجهزة الإنعاش التنفس. هذه الظاهرة يعني قلت إلى أكثر من 80%، يعني فقط قليلة جدا، يعني الفيروس يتجه نحو الاندثار، الفيروس يتجه نحو الموت والفناء، وهذه طيب. بشرى يعني تقصد هذا الارتفاع القوي والخطير بالإصابات، إلى كل مواطن يسمع كلامي، يعني تقصد هذا الارتفاع القوي والخطير بالإصابات هو بداية نهاية الفيروس؟ ليس ارتفاع قوي، ليس ارتفاع خطير. بعد ليش الناس تخوف منه وليش الارتفاع الإصابات ترتفع دكتور؟ الإصابات ليس كلها كوفيد 19، هنالك فلو فيروسز، راينو فيروسز، وهذا موسمها طبعا الفلو فيروسز أين ذهبت؟ WHO أشرت أنه الإنفلونزا صفر في هذا العام، فاتضح أنه there is misdiagnosis، أكو خطأ بالتشخيص. الإنفلونزا كلها حسبت كوفيد، وهنا الأرقام، هذه يسموها لعبة الأرقام، شركات اللقاحات استغلت هذه اللعبة لكي تمرر اللقاحات. شركات اللقاحات لن تقول لك الفيروس ضعيف، لن تقول لك الفيروس فقد قوته، لأنه إذا أصدرت هذا الكلام وإذا صرح به لن تبيع لقاحا واحدا. فالمسألة تهويل، بث رعب، بث موجة من الهلع والخوف، الغاية ربحية تجارية. ويعني مع الأسف يعني كل هذا يعني الحكي دكتور مال الفيروس متحور والفيروس الإفريقي والفيروس المعروف إيش، هذا كله اختراع من قبل الشركات حتى يبيعون دواء أكثر وحتى يبيعون لقاح؟ لا، ليس اختراع. الفيروس يتحور ويتطور، وهذه صفة ليست جديدة. وهان وحدها فيها طعس السلالة. زين، أين المشكلة؟ الفيروس يتحور، يعني المشكلة في 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 استجابتنا نحن لكلمة متحور. المشكلة فينا الحقيقة. أها. الفيروس يتحور زين، حتى نفهم المواطن دكتور، حتى نفهم المواطن. إذن الفيروس الآن
كل فيروس يعني لما ينشأ يبقى يلقى أجسام، يلقى بيئة يعيش بها، يتكاثر، يتحور، يكبر، يصغر، هاي بيئة الفيروس. لكن اللي دا يصير انه هو خلال يعني تحوره او تطوره اكو دا يبثون يعني اعلاميا، والشركات اللي تنتج اللقاحات دا تدفع باتجاه انه دير بالكم وخافوا وهذا متحور وهذا خطير حتى يبيعون لقاحات. نعم، بهذه الطريقة أنت دا تصف الموضوع. نعم، ليست هذه الطريقة، هذه من زمان روجوا لها، احذروا الموجة الثانية، احذروا الموجة الثالثة، احذروا السلالة الجديدة. نعم. المسحة ليست من الأنف، يجب أن نخضع من الشرج، وهذه إهانة، إهانة إهانة للعلم وللمناعة ولكل شخص عنده عقل سليم. نعم. عزيزي، الفيروس يصيب الجهاز الهضمي بنسبة 30 إلى 40% فقط. زين. دقة وكفاءة تشخيص المسحة لا تتعدى 70%، هو الدقة 70% والفيروس فقط 30% بجهاز الضي. طيب وين الكفاءة التشخيص بهاي الحالة؟ ليش تأخذ مسحة شبدية؟ عملية إهانة وعملية انتقاص وبث رعب، والفيروس قاتل والفيروس مميت والفيروس يصيب الأطفال. بالمناسبة الفيروس اللي يصيب الأطفال ترى هذا ليس كوفيد، عندنا كم فيروس؟ الفيروس من علامات الكوفيد أنه يسبب إسهال يستمر يوم أو يومين ليس اكثر، هاي من علامات المميزه للكوفيد. الحقيقه اسهال الاطفال تقريبا يستمر 3 إلى 4 أيام، وهذه علامه مميزه لفيروس الروتا والنورو. الروتا والنورو من مسببات الفيروسات الامراض الفيروسيه في الاطفال، اين ذهبت؟ وبالمناسبه اي واحد يقول لي هذا الاسهال ناتج عن كوفيد، اتمنى ان يشخص لي ويجيب لي الكيت مال التشخيص، ادقق له اياه ويتبلل. زين، متى ينتهي؟ يعني انت الان تقول انه هذا راح ينتهي هذا الفيروس. إذا انتهى فعليا يعني الشركات على قولتك راح تخسر، فشون العالم راح تميز أنه هو فعليا انتهى، وشون تعرف أنه الباقي هو مجرد ترويج؟ هي خسرت، لأن الآن الثورات، أستراليا ثورات بالشوارع، إيطاليا نزلوا وكسروا الحظر، فرنسا فتحت المدارس، أمريكا أكثر من 70% يرفضون اللقاح. العملية ليست العراق، العملية دولية، الدول المتقدمة يعني هذول لا يؤمنون بنظريه المؤامره وليس مسلمين. حتى نقول المساله بين الاسلام وبين غير المسلمين، والمشكله هاي عندنا بعقولنا بالشرق الاوسط، يقول لك هذه مؤامره على الاسلام. عزيزي، ليست مؤامره على الاسلام، هذه مؤامره على الكوكب كله. بالحقيقه الانتفاضات خرجت، واذا تحب اكتب امريكا فرونت لاين دكتورز، خط اطباء خط الصد الاول في امريكا، واستمع الى ما يقولون. هؤلاء اطباء خرفاء نزيهين، لا يقبلون اي رشوه ولا يتعاملون مع اي شركه، واسمع الحقيقه الكامله منهم. سيقول لك الفيروس ضعيف، الفيروس انتهى، الشركات تريد ان تمرر لقاحاتها، واعلنوها صراحه، قالوا سوف نقاتل ونقاتل من اجل ان يمنع فرض اجراء اللقاح مع السفر. تعرف انت شركات الطيران، طبعا هاي صحيح. الشركات تعاقدت مع شركات، قالوا ممنوع للمسافر يسافر الا عند لقاح الكوفيد. لماذا؟ لقاح الكوفيد الوحيد من كل اللقاحات يفرضون مع السفر، انت فكر بيها. وهكذا كثير من الامور، الشركات استغلت كثير من استغلت السياسه والتجاره والطيران، استغلت كل شيء. صحيح.